السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا واستخدمنا ولا تستبدلنا، قولوا أمين. كالمعتاد برحب بكل متابعينا الكرام، وبرضو كالمعتاد بعرفك بنفسي، أنا أخوكم محمد عمارة 32 سنة بتاجر في الملابس، ادعوا لنا بطولة العمر بس تكون على طاعة الله. اللي متابعيني عارف إن أنا متخصص في بواقي التصدير أو الاستوك الأوروبي أو المستورد أو المصري، المهم إن أنا غير متخصص في البالة. طالع في فيديو النهاردة أقول لك كل حاجة تخص البالة من الألف إلى الياء، أو تقدر تقول ما قبل الألف كمان وما بعد الياء. بعد الفيديو ده بأمر الله الأمور هتفرق معاك كتير. ليه أنا طالع أتكلم في البالة بالرغم إن أنا مش شغال فيها؟ إلى إن الفترة اللي فاتت شفت مجموعة فيديوهات من نوعية الفرقعة، وفيها كمية معلومات مضللة كتير قوي، بيلعبوا بيها بمشاعر الناس وبيلعبوا بيها بأحلام الناس. ب 8000 جنيه هتكسب 10000 جنيه كل شهر، وفي مشروع البالة هتكسب 200%، وهقولك على الأسرار اللي محدش هيقولها لك، واطلع استورد البالة بنفسك من بره مصر هتفرق معاك كتير. كلام كتير مغلوط، وبصراحة أنا استأت جدا. خليني أقولك مقدمة كده ملهاش أي داعي بفيديو النهاردة، بس أنا بنصح نفسي وإياكم، تحرّى الدقة في المحتوى اللي أنت طالع تقوله للناس. ما تقولش للناس كلام غلط، سواء عن تعمد علشان الفرقعة والمشاهدات وأرباح اليوتيوب، أو حتى عن طريق غير متعمد وهو الجهل، إن أنت ما تحرّضش الدقة قبل ما تطلع تقول للناس كلام. خليني أقولك إن أنت بتتكلم في تجارة، أنت مش طالع تعلمني تطبيق هحمله على موبايل، ولا لعبة بابجي، ولا تحديث معين لأبليكيشن. أنت طالع بتكلمني في تجارة وفي فلوس، يعني ممكن أنا بتفرج عليك أقتنع بكلامك، أبيع حاجة، أستلف فلوس، أغير مسار حياتي بالكامل علشان خاطر شفت لك فيديو واقتنعت بيه. اللي بيشوف لك فيديو أو بيشوف لي فيديو هو في الأصل ما عندوش المعلومة، لأن هو لو عنده المعلومة مش هيشوف لي ولا يشوف لك الفيديو أصلا، ولا حد محترف هيتفرج على الفيديو عشان يتعلم تجارة البالة، ما هو متعلمها ومحترف وإحنا اللي بنتعلم منهم. جميل. إذن اللي بيتفرج لك على فيديو فهو راجل مبتدئ، الراجل المبتدئ ده هيتعلق في رقبتك يوم القيامة لأن أنت ضللته، سواء عن طريق متعمد أو عن طريق غير متعمد. عندنا في الدين الإسلامي آية بتقول وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، صدق الله العظيم. كل كلمة هتطلع من بقك بتتأيد عليك، يا إما تجيب لك جبال من الحسنات على حسب المحتوى اللي أنت بتقدمه، يا إما تجيب لك جبال من السيئات وبرضو على حسب المحتوى اللي أنت بتقدمه. تخيل أنت بقى بعد عمر طويل كده يكون ربنا متوفيك وتلاقي جبال من الحسنات جاية لك، أو العكس. اختار أنت بقى اللي يعجبك، وهو ده سبب فيديو النهاردة إن أنا طالع أشرح لك وفهمك كل حاجة تخص البالة من الألف إلى الياء، وما قبل الألف وما بعد الياء. تابعونا إن شاء الله، وبأمر الله الفيديو هيكون مفيد وهتستفيد كتير بأمر الله. يلا بينا، وكفاية رغي، يلا بينا. اهلا بكم من تاني. على فكرة الفيديو تسجل، وبعد ما الفيديو تسجل طلع اكتر من ساعة، فبناء عليه انا قسمته على 3 اجزاء، علشان طبعا ساعة وشوية ان حد يشوف محتوى مهما كان مهتم بيه، الا ان برضو الموضوع صعب شوية، فتقسم على 3 اجزاء. الجزء الاولاني بتاع النهاردة اللي حضرتك هتشوفه هنتكلم فيه عن تعريف عن البالة، وهنتكلم الدول المصدرة للبالة، وهنتكلم عن الاشخاص والشركات والمناطق اللي بتبيع البالة عندنا في مصر، وهنتكلم كمان عن درجات البالة، وهنتكلم في اخر الفيديو بامر الله عن ايه هي ال8 عوامل اللي تقدر تختبر بيهم البالة وتعايرها بطريقة المحترفين بامر الله. الجزء الثاني هنتكلم فيه على عدد القطع جوه كل بالة، وطرق تسعير البالة، وافضل طريقة لتسعير البالة وهي طريقة المحترفين والاكثر امانا للمبتدئين، وهنعمل لك دراسة جدوى كده مبدئية استرشادية تقدر تمشي عليها وانت بتسعر البالة. اما الجزء الثالث بقى فهو 25 نصيحة ذهبية لنجاحك في مشروع البالة، و10 عقبات هلفت نظرك ليهم بخصوص شغلك في البالة. هم دول ال3 اجزاء وترتيبهم. انت النهاردة هتشوف الجزء الاولاني بامر الله، ولكن الجزء الثاني والجزء الثالث هتلاقي الروابط بتاعتهم تحت وصف الفيديو، او هتلاقيهم هيظهروا لك في نهاية الفيديو، او في الاي برضو هيظهروا لك هنا دلوقتي. نبدأ ونقول بسم الله توكلنا على الله. اهلا بيكم من تاني. هنبدأ في مقدمة فيديو النهاردة ونتعرف سوا عن البالة. طب انت بترجعنا ورا قوي ليه يا عم محمد، وهنتكلم على تعريف البالة ما كلنا عارفين البالة؟ لا استناني شوية، علشان انا عايزك فاهم مش حافظ، ولما تيجي تشتغل في حاجة تكون فاهم كل تفاصيلها، علشان في المقدمة دي هيكون في رد على كذا حاجة، ان ازاي بتيجي من بره ملابس البالة المستعملة، بيجي ازاي التيكت جواها، وبرضه هيكون فيها رد على المحتوى اللي كان بيقول للناس ان انت ازاي هتطلع تستورد البالة من مصر. جميل. البالة دي هي ستوك
شيك أوروبي جاي من أوروبا مستورد، ولكن تم استعماله، يعني ملابس مستخدمة باختلاف درجاتها وباختلاف فئاتها وباختلاف درجة الاستخدام. جميل كده. كان زمان يعني في القرن اللي فات مثلا كانت الكنائس بتروح لها الملابس المستعملة دي من الأهالي، والكنائس بتاخد الملابس دي تعيد توزيعها على المحتاجين. ولما الموضوع كبر بدأت تخش في التجارة، وبدأت كمان الكنائس تكلف جمعيات خيرية أو شركات أو هيئات للعمل على المنظومة دي، وبتخش بقى الفلوس دي وبيعاد ضخها تاني للمحتاجين على مستوى العالم. البالة بدأت في أوروبا بان الناس اللي بتودي الملابس للكنائس، وبعد كده الموضوع تطور، بدات الجهات والجمعيات الخيريه دي تطلب من الناس او بتعمل للناس صناديق قصاد البيوت او في الشوارع او في الميادين العموميه، والناس بدورها بتحط الملابس المستعمله عندها في علب الصناديق دي. وارد جدا ان حد اشترى ملابس جديده ما استخدمهاش برضو بيحطها في علب الصناديق دي، وبناء عليه مثلا كل 200 طن بيتم تجميعهم بيكون فيهم مثلا نسبه 10% الملابس الجديده اللي هي بالتيكت. وهو ده سر من الاسرار هنتكلم فيه قدام شويه، ازاي الملابس المستعمله بتيجي من بره مصر وبيكون فيها حاجات جديده بالتيكت. دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه هنتكلم عليها بعدين. جميل. بتبدا بقى الجهات دي او الشركات دي زي رايتكس تقريبا او بيباس بتلم الحاجات دي وبتوديها المستودع مخازن يعني، والمخازن دي بيكون ملحق به حاجة اسمها معمل. المعمل بيستلم الحاجة دي بيعمل لها عملية تبخير، بعد ما بيعمل لها عملية التبخير بيقسمها فئات واقسام، يعني الرجال لوحده، الحريمي لوحده، الاطفال لوحده، ويمسك الرجال يعملوا فئات، ويمسك الحريمي يعملوا فئات، ويمسك الاطفال يعملوا فئات. وبعد ما الحاجات دي بتتعمل فئات، كل فئة منهم بتتعمل درجات. المميز جدا اللي هو بيكون فيه نسبة كبيرة جديد التيكت اللي هو السوبر كريم، الاقل شويه بحجم التيكت بيتقال عليه كريم، وبعد كده ننزل في درجات البال عشان ما اكررش الكلام، هنتكلم في قصه درجات البال بعدين. جميل. وبيبدا بعد كده يبيعها او يصدرها او بتروح بقى للدول الناميه. وبعد ما المعمل بيعمل الكلام ده بيبدا يكبسها عن طريق مكبس. هحاول اشوف لك فيديو هتلاقيه معروض جنبي دلوقتي وانا بتكلم. المكبس ده بيعمل العبوه فئه 50 كيلو، هي بنسبه 90% بتكون 50 كيلو، ولكن وارد جدا انك تلاقي بالات، اسف لدوشه الشارع، وارد جدا تلاقي بالات من 40 كيلو و45 كيلو، ولكن في الغالبيه العظمى بتكون وزن الباله موحد في كل الفئات وفي كل الاقسام 50 كيلو. وبيبدا بعد كده الشركات دي تصدرها لخارج اوروبا. خلينا اقول لك ان البالات المميزه اغلبها بتروح جنوب افريقيا، اللي هي بقى بيكون نسبه الكارت والتيكت فيها عاليه، ولكن لو عندنا بقى تاجر شاطر بيروح يسافر بره بيحاول يلحق شويه من الكلام ده. وبعد كده بيتم تصديرها زي الدول النامية زي مصر مثلا وافريقيا والصومال والكلام ده. دي كده دورة حياة البالة. بتيجي بقى البالة سواء التاجر سافر او سواء في تعاقد او تواصل مع المعمل، التاجر في مصر او الشركة في مصر بتبدأ تستورد الكلام ده. خلينا اقول لك مين هو اللي عنده صلاحية لاستيراد البالة، وهنا هيبقى في رد على المحتوى اللي بيقول انا اقل من ان انتقد حد او انتقص من حد او اطلع في فيديو عدل على حد، بس انا طالع في قناتي بقول لك على معلومة بنسبة كبيرة هي صح، فده واجبي وفرض علي ان انا اطلع اقول لك الكلام المظبوط. بيطلع بقى التاجر سواء من مصر او سواء عن طريق التواصل بيجيب الكلام ده من بره سواء بالتواصل او سواء بالسفر. طيب مين هم اللي ليهم صلاحية استيراد البالة في مصر؟ ايام السادات كان انت عارف ان اهالي بورسعيد كان في فترة كده الانفتاح الاقتصادي، المهم كان التجار في بورسعيد بيكون معاهم بطايق استيرادية اللي بيستورد عليها الملابس من بره مصر، من بره مصر. فالسادات ادى 10% للتجار حاملي البطايق الاستيرادية دي، 10% من البطايق دي ان يكون ليهم حق استيراد الملابس المستعملة. جميل. وده السر في ان ان التمركز بتاع البالة بيكون بنسبة كبيرة جدا في بورسعيد. خلينا اقول لك بقى على ملاحظة او مشكلة حصلت السنة اللي فاتت في شغل البالة. السنة اللي فاتت الشتاء بتاع 2021 حصلت مشكلة ان انت عارف البالة دي بتيجي من بره مصر بطريق شرعي اللي هو منفذ بورسعيد، ومنافس تانية غير شرعية. الحكومة احكمت القصة، فبالتالي النهاردة في تاريخ تصوير الفيديو بعد شتاء 2021 ان البالة بقت مقتصرة فقط على تجار بورسعيد اللي هي 10% اللي انا بقول لك عليهم من حاملي البطايق الاستيرادية في بورسعيد. جميل. فتخيل بقى ان اللي بيقول للناس اطلع استورد البالة بتاعتك من نفسك هيستوردها
ازاي وهي ليها بطاقه استيراديه خاصه مقتصره على 10% من حاملي البطائق الاستيراديه جوه بورسعيد. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان لو فضلت المشكله دي مستمره ان سعر البلق هيرتفع بنسبه غريبه، ان هتبقى تكلفه تاجير البطاقه الاستيراديه بس للكيلو حوالي 100 جنيه. فهنا انا عرفتك البلق ودوره حياه البلق وبتيجي البلق ازاي وايه قصتها، وردينا بالمره كده على المحتوى اللي كان بيتقال فيه ان بيقول للناس ان انت تقدر تسافر تجيب البلق بتاعتك او تستورد البلق بنفسك من بره. خليني بالمره كده اقول لك، لو انت عاوز تشتغل في البلق بشكل كبير، يعني مثلا 5 طن، 10 طن، 20 طن، 2 طن، 8 طن، يبقى هنا مش هقول لك اطلع استورد بلق عشان 10 طن او 5 طن او 3 طن، بعد مراجعة كمان المشاكل واللي ممكن يحصل في مشاكل دخول البلا اصلا مصر. فاطلع على منطقة بورسعيد بقى، يعني فهمتني، عندك بقى المستوردين والتجار، ربنا يكرمك بكلمة السر في تجارة البلا وهي التاجر المحترم الامين، وابدأ معاه شغل الجملة. يبقى احنا كده ردينا على استيراد البلا، ازاي تشتغل في البلا عن طريق الجملة. خلينا اقول لك ان البلا بقى لما بتيجي مصر لازم بيكون ليها موافقات واشتراطات صحية، عشان بس الناس اللي بدأت تهاجم البلا وبتتكلم على ان البالة وفيروس كورونا عافانا الله واياكم، البالة بتتبخر وبتتراجع وبيبقى ليها موافقات صحية برا مصر، وبرضو لما بتيجي مصر لازم موافقة وزارة الصحة عليها. وكده اتكلمنا في مقدمة التعريف بشغل البالة. هنا هنتكلم على الدول الاشهر المصدرة للبالة. عندك الاسترالي بترتيب الافضل، الاسترالي، الانجليزي، البلجيكي، يندرج بقى تحت بقى خش بقى ايه الهولندي والفرنسي والايطالي، وفي الاخر خالص عندك البلا الخليجي مع كل التقدير. ليه بقول لك ان البلا الخليجي هي الاقل في التقدير؟ خليني اقول لك ان البلا هي ملابس مستعمله، في اوروبا درجه الحراره منخفضه يعني في بروده، فالملابس بطبيعه الحال الفتله بتاعت الملابس نفسها لانخفاض درجه الحراره لا تستهلك، ولكن في الخليج طبعا درجة الحرارة بتكون مرتفعة نسبيا، فبالتالي الفتلة نفسها بتاعت الملابس بتستهلك اكتر. خليني اقول لك ان في اوروبا ان في الاستهلاك سريع، مش استهلاك اكتر، لا، الناس بتغير اكتر، الناس متابعة الفاشون اكتر، فده بيخليني ان برضو بيساعد على عدم الاستهلاك البال اللي جاية من بره غير الخليجي. ولكن لو انت متخصص في العباية فانا بنصحك بالعباية الخليجي. يبقى احنا كده ذكرنا البلاد المصدرة او اللي احنا بنستورد منها البالة، وهي الاسترالي، الانجليزي، البلجيكي، وبعد كده بقى الهولندي والفرنسي والايطالي، وفي الاخر خالص الصيني والخليجي. هنا هنتكلم على طريقة طبخ البالة. يعني ايه طريقة طبخ البالة؟ الطبيعي والمفروض واللي انا وانت وكلنا عارفينه ان البالة دي هي ملابس مستعملة. طيب في درجة من ضمن درجات البالة او درجتين في البالة اسمها السوبر كريمة او الكريم، هي ينفع يتقال كريمة وكريم، جميل. فالسوبر كريمة او الكريم فيها حاجات جديدة بالتكت. دي جات ازاي؟ ليها طريقتين. البالة لما بتتجمع الشركات او الجمعيات الخيرية قائمة على تجميع البالة، بيكون الناس زي ما حطت في صندوق تجميع الملابس حاجات مستعملة بتحط حاجات جديدة. فخلينا اقول لك مثلا بنسبة تقريبية كده، بنسبة 5% بيكون موجود في البالة او في الملابس اللي تم تجميعها ملابس جديدة. كل 200 طن مثلا ممكن تلاقي 10 طن ملابس جديدة بالتيكت، ودي على فكرة بتتخطف بتروح على جنوب افريقيا، ونادرا ان احنا ما بنشوفهاش الا اذا كان التاجر المصري قوي وعنده علاقات او مجتهد او سافر يجيبها. فبناء عليه، طب هي ليه البضاعة اللي بالتيكت دي ما تجيش لوحديها؟ هتترفض طبعا في الجمارك، لان البطاقة الاستيرادية هي ملابس مستعملة. فبيجي التاجر هنا بقى في المعمل بيعمل تقسيمة كده، ان يجيب الملابس المستعملة ويحط فيها نسبة مئوية من الملابس الجديدة اللي بالتيكت دي، سواء هي جاية من التجميع بتاع الشركات وجات عشوائي. وفي طريقة تانية لطبخ السوبر كريم او الكريم بتحصل ازاي؟ التاجر لما بيسافر مثلا ان الكيلو البلا مثلا او الطن مثلا او الكيلو بيورو، جميل، فبيكون في ماركات استوك اوروبي سعرها رخيص قريب من سعر البالة. فالتاجر الناصح او الشاطر او اللي مهتم ان جودة شغله تكون مرتفعة، فبيعمل ايه؟ بيروح شاري
كميه ستوك اوروبي من الماركات اللي سعرها منخفض زي مثلا السي ان دي اي والكيابي والكلام ده، فبيشتري بقى جديد ستوك اوروبي. وهنا بقى بتتم عمليه الطبخه او الخلط عن طريق حاجتين، يا اما الشغل اللي تم تجميعه هو اوريدي فيه نسبه تيكت، يا اما التاجر اشترى ستوك اوروبي من ماركات رخيصه سعرها قريب من سعر الباله، وهنا بقى بيتم عمليه طبخ الباله اللي بتوصلك اللي هي في الغالب بتكون 50 كيلو، فعلى حسب التيكت بقى جواها بتسمى سوبر كريم لو نسبه التيكت عاليه، كريم لو نسبه التيكت منخفضه. وهنا ده سر طبخه الباله وسر ان ايه اللي يخلي ملابس مستعمله يجيلي فيها جديد بالتيكت. هنا بقى هنتكلم سوا عن حاجات استرشادية تقدر تساعدك في تقييم البالة. طبعا الكلام ده للمبتدئين، اهل الخبرة بيكونوا عارفين كل الكلام اللي انا بقولك ده، ولكن في رحلتي في او المعلومات، طبعا انا مهتم جدا ان انا اطور من نفسي ومطبق لمبدأ العلم بالشيء ولا الجهل بيه، فبناء عليه انا جاي اقولك المعلومات دي من سابق خبرة، يعني ان انا مش بحب اكون جاهل بحاجة. فخلينا اقولك ان اهل الخبرة يعرف طبعا يعاير البالة او يقيم البالة او يختبر البالة او يعرف درجة البالة. جميل. طيب انا هقولك على 8 حاجات تقدر تساعدك شوية لو انت مبتدئ في ان انت ازاي تقيم البالة او تختبر البالة او تعرف درجة البالة او تعرف عيار البالة. اول حاجة كده نسبة التيكت، ودي اتكلمنا فيها من شوية في موضوع الطبخ او طبخ البالة او الكلام ده. يعني ايه نسبة التيكت؟ وانت عند التاجر عندك حاجة من اتنين، التاجر يا بيبيع على المقفول يا بيبيع على المفتوح. بيبيع على المفتوح، وده اللي انا بفضله ليك بما انك بتشوف لي فيديو عايز تتعلم فيه البالة، فاذا انت مبتدئ. فطالما انت مبتدئ يفضل ان انت تتعامل مع تاجر بيبيع على المفتوح، ويفضل اكتر كمان ان تبدأ بكمية صغيرة فتتعامل مع تاجر بيبيع على المفتوح، ويفضل يكون جملة وقطعي حتى لو السعر زاد عليك شوية مفيش مشكلة، بس علشان تكون اكثر امانا. طيب سواء بقى خلاص البالة مفتوحة، كل اللي هقولك عليه دلوقتي هيكون بسهولة تقدر تنفذه على البالة وهي مفتوحة. طب لو البالة مقفولة، حقك وانت بتتعامل عند التاجر، لو التاجر تاجر جملة وبيبيع لك الشغل على المقفول، حقك انه بيكشف لك جناب البالة زي ما انت هتشوفها دلوقتي هنا او هنا، هحاول اظهرها لك. بتكشف جنب البالة من كل جنب تقدر تكشفه فيه، المهم ما تفكش الشنبر عشان ما يحصلش مشكلة وانت عند التاجر لو ما فيش اتفاق مسبق. مش هتفك الشنابر، انت هتكشف جنب البالة. تبدأ تبص على ايه بقى من الجنب ده او الجنب ده والجنب ده او الجنبين مع بعض او كل الجناب اللي تقدر تكشفها جوه البالة. اول حاجة هتبص عليها كده نسبة التيكت في نسبة الكارت في معلش انا اسف بتلخبط كتير في كلمة ما بين التيكت والكارت. جميل. اول حاجة هنبدأ نقيم بيها البالة نسبة الكارت. لو نسبة الكارت تعدت 20% وانت بتكشف الجنب كده باين الكارت، وهو طبعا في التعبئة في المعمل بيكون متعمد ان الكارت كله يكون مرصوص في اتجاه واحد علشان لما تكشف انت الجنب ده يظهر لك جودة البالة. جميل. بتكشف انت البالة ومن الجنب كده بيظهر لك نسبة التيكت. لو حسيت ان التيكت الكارت انا اسف الكارت يخرب على ربع البالة، اذا البالة دي سوبر كريم. طيب لو نسبة الكارت قليلة اذا هي كريمة. طب لو نسبة الكارت معدومة وغير موجودة يبقى هي يا واحد يا سحبة. طب هنعرفها يا واحد ولا سحبة ازاي؟ من الحاجات اللي اقولك عليها لسه دلوقتي. يبقى اول حاجة اتكلمنا فيها في معايرتك للبالة او ازاي تعاير البالة او تعرف درجة البالة او تقدر تقيم البالة او اذا كانت البالة مناسبة ليك ولعميلك، الطريقة الاولانية اللي هي نسبة الكارت جوه البالة. تاني حاجة هنتكلم عليها مطابقة الكارت بالتيكت بقى ازاي. ان انا مثلا لقيت كارت زارة، طب شوف التيكت كده هو زارة ولا لا. طيب لقيت كارت H&M، لقيت كارت اي براند، حاول تكشف ان هل الكارت مطابق للتيكت ولا لا، عشان ما يكونش البالة دي متكتة او مضروب لها كروت. ده كده تاني معيار معانا. تالت معيار معانا الالوان، يعني هل الالوان بتاعتها زاهية، يعني الاحمر احمر والاصفر اصفر والازرق ازرق والاخضر اخضر ولا لا. كل ما الالوان الدرجة بتاعتها كانت زاهية كل ده ما معناه ان هي اولى، لان الكريمة والسوبر كريمة بالكارت، فخلاص فدي احنا مش هتكلم عليها. احنا هنا بنتكلم على المتبقي من البالة السوبر كريمة او الكريمة او الاولى او ايا كان بدون كارت. فهنشوف درجة الالوان، هل الالوان زاهية؟ طيب الالوان باهتة قوي يبقى كده، لو باهتة قوي تعرف ان انت كده داخل في السحبة. طيب
تاني معيار هنتكلم فيه او رابع معيار هنتكلم فيه الوبرة. يعني ايه الوبرة؟ البالة وهي مفتوحة بتقدر تشوف كل اللي انا بقوله ده قدامك على الطبيعة. لو البالة مقفولة بتحاول توسع لنفسك كده وبتبص في جنب البالة، كل ما تلاقي وبرة كتيرة اذا ان الملابس دي استهلكت، الوبرة اللي هي بتبقى على النسيج. جميل، فاذا البالة دي استهلكت بنسبة كبيرة. طيب المعيار الخامس او السادس اللي هنتكلم فيه وهو الموديل. يعني وانت بتشوف البالة سواء مفتوحة او انت بتشوف البالة وهي مقفولة من الجناب بتاعتها، لقيت مثلا قميص رجالي رجل الفيل، قميص اللي هي الياقه بتاعته كبيره قوي دي، اذا تعرف ان البلد دي من 15 20 سنه. طيب لو لقيت مثلا الجيوب بتاعه سويتر بشكل ما او التشجيره، المهم الموديل عشان ما نخشش تفاصيل حاجات. طبعا كلنا عارفين الموضه فيها ايه، واحنا ما بنشتريش حاجه جديده، بنشتري حاجه مستعمله، ولكن المفروض اشتري حاجه مستعمله تتباع، اللي هي مثلا الفاشون بتاعتها او الموضه بتاعتها او التشجيره بتاعتها تكون رجعت ل 3 4 سنين فاتت، ما تكونش اكتر من كده، لان ممكن تكون بالة متخزنة او بالة راكدة عند التاجر. فاذا المعيار اللي بنتكلم فيه دلوقتي وهو الموديل، ان انت تشوف الموديل كده، اي حاجة تلفت نظرك ان الحاجات دي قديمة قوي، ولا الحاجات دي قريبة من احدث موضة، ولا الحاجات دي قريبة قوي للموضة. جميل، المعيار اللي معانا برضو هكلمك فيه في تحديد عيار البالة، او يفضل ان انت وانت بتفر في البالة سواء مقفولة او لو انت بتكشف البالة وهي مفتوحة، ان تبص على البراند. طبعا خلينا اقولك ان انت مش بتشتري ستوك اوروبي عشان البالة تكون براند او ماركة معينة او ماركتين او ثلاث ماركات، انت بتشتري ستوك بالة فهتلاقيها من كل فيلم اغنية، وقلما لما تلاقي حتة تشابه التانية. ولكن يحبذ لو انت بقى بتقلب في البالة ولقيت فيها مثلا بولو، لقيت فيها اتش اند ام، لقيت فيها مثلا ديفاكتو، لقيت فيها حاجة اونلي، لقيت فيها حاجة من البراندات دي وما تكونش طبعا صيني، فانت بخبرتك هتبقى عارف ان ده اوريجينال، يعني مدى توافر البراندات جوه البالة. وبرضه يا جماعه الوزن، يعني ايه الوزن؟ يعني انت مثلا بتشتري حاجه بالكيلو، فاذا كل ما الحته بقت تخينه او سميكه او تقيله ده هيعمل كوست او لود عليك او تكلفه عاليه. فيفضل ان الاوزان المتوسطه في الشتوي ما تكونش الحاجه تقيله قوي، وطبعا يفضل ان انت تشتري على المفتوح ويكون في ميزان طبعا عند التاجر، فبتعمل تيست كده على قطعه وتشوف اتخن قطعه تقف عليك بكام، هتعرف تبيعها ولا لا. فاذا العيار هنا في الوزن. نيجي بقى الديفو والدرجه، كل ما انت بتفر او البالة مقفولة او بتكشفها وهي البالة مفتوحة، كل ما تلاقي فيها عيوب كتير، لان طبعا العيوب بتكون كتير جدا في السكن وفي السحبة، بتقل العيوب ولكن واردة وتلاقيها في الاولى. فكل ما بتلاقي مثلا في عيوب، حتت فيها عيوب او مشاكل او بقعة او مشكلة او زرار مش موجود او سوستة بايظة، فاذا انت كده بتقرب ناحية السحبة. فطبعا طريقة كشف للعيار او التقييم وهي مدى العيوب، اللي يبقى عندنا كده قلنا نصاعة الالوان او الالوان زاهية، وقلنا الوبرة، وقلنا العيوب. فيهمنا اضيف لك واقول لك ان البالة الكريمة اللي هي الملابس الجديدة الغير مستعملة اللي جاية مع البالة المستعملة، مش ولما بتزيد نسبتها بيتقال عليها سوبر كريمة، اما لما بتكون كتيرة يعني جوه البالة فبيتقال عليها سوبر كريمة. جميل، خلي بالك ان مش شرط ان البالة يكون بالكارت، يعني مش شرط الكريمة تكون بالكارت، يعني ممكن واحد يبيع لك بالة على انها سوبر كريمة او يبيع لك بالة على ان هي كريمة، وانت تفتح البالة ما تلاقيش فيها كروت او تلاقي نسبة الكارت. خلي بالك مش شرط الكريمة او السوبر كريمة تكون بكارت، الاصل في الكريمة او السوبر كريمة ان هي ملابس اوريجينال جديدة. يعني ايه ملابس اوريجينال جديدة؟ ما هو ممكن يتحط لك في البالة ملابس جديدة ولكن مش اوريجينال، صيني مثلا او بنجلاديش. فهنا العبرة في البالة الكريمة او السوبر كريمة مش شرط تواجد الكارت، الشرط ان هي تكون جديدة واوريجينال. الكارت ده حاجة اضافية، لان وارد تكون ملابس جديدة بس اتحطت جوه البالة بس ملهاش كروت، العبرة ان هي تكون اوريجينال مش صيني ولا مثلا بنجلاديش ولا مستوردة وما تكونش ليها علاقة باوروبا. المعيار الاساسي هنا ان هي تكون جديدة اوريجينال جوه السوبر كريمة او جوه الكريمة. الكارت حاجة اضافية يفضل تواجدها، لكن عدم تواجدها ده مش معناه ان البالة دي مش كريمة او ان هي مش سوبر كريمة. ان العيوب، ونقطة اخيرة برضو هقولها لك في تقدر تسترشد بيها في تقييمك
تاخدك للبالة او تخليك تاخد البالة دي ولا لا. وانت بتكشف البالة سواء مفتوحة او سواء مقفولة، لو لقيت اكتر من قطعة جلد، هو طبعا الناس محترفة وبتكون عارفة ان هي ما تحطش قطعتين جلد على بعض، عشان الجلد ده لو لزق في بعضه لما بتيجي تفكها بعد عملية الكبس، فلما بتيجي تفك الجلد من الجلد وخاصة لو مشمع او مش طبيعي، فطبعا كل الجلد ده بيقشر. فلو لقيت جلد في بالة خليك حريص جدا، حتة الجلد دي مهمة قوي. ان يبقى كده الخص لك القصة، قلنا مدى توافر الكارت او مدى نسبة الكارت جوه البالة، مدى تطابق الكارت مع التيكت، نصاعة الالوان، الوبرة، الدرجة، الجلد، السماكة او الوزن او التخانة. هي دي الحاجات اللي ممكن مع الخبرة انت هتكتسب طبعا كل الكلام ده. وخلينا اقول لك على حاجة اخيرة انا كنت هنساها عذرا، وهي لون الخيشة. بس ده معيار غير دقيق. يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان كل اللي بنقوله هي حاجات استرشادية. يعني مثلا يجي يقول لك ايه، بلا بلجيكي اسود فاخضر، بلا بلجيكي احمر فاخضر، بلا انجليزي اسود في اسود. فبيجي يقول لك ايه الكلام ده على سبيل التفاخر، يعني ان بيقول لك ان جودتها احمر فاخضر. طيب ما في، لو قلنا بلجيكي هنقول كل كلامنا بلجيكي، طب ما في احمر فاخضر بلجيكي سوبر كريم، طب ما في اخضر فاحمر بلجيكي كريم، طب ما في اخضر فاحمر بلجيكي اولى. فاللي انا عايز اقوله ان بتنفع دي وبتكون استرشاديه امتى؟ اللي هي لون الخيشه، الخيشه دي اللي هي العبوه اللي جوه البلد، بتكون حاجه استرشاديه لاهل الخبره، او لو انت معاك جايد او دليل او حد بتستفيد بخبرته، فبتتصل بيه مثلا في التليفون وبتقول له ايه، ده انا معروض عليا باله الخيشه بتاعتها اسود في اسود بلجيكي. فاهل الخبره بيكون عارف اللي داير في السوق اليومين دول، الاسود في الاسود البلجيكي ده انه كويس ولا متخزن ولا قديم ولا درجته ايه. فمن ضمن الحاجات اللي بتساعدك في التقييم لون الخيشه، ولكن هو معيار دقيق. انا كده قلت لك على 8 عوامل او 9 عوامل تساعدك كمبتدئ الى حد ما، لحد ما تتعلم، او علشان ما يضحكش عليك الا من رحم رب، الناس كلها على راسي، مش بغلط في حد، الناس كلها افاضل والناس كلها على راسي. ولكن تخليك انت، خلي بالك تفرق كتير قوي لما تخش على تاجر، حتى لو دخلت عليا انا وبتبين لي في الكلام ان انت فاهم. فانا في محتوى الفيديو النهارده عايزك فاهم، مش عايزك حافظ. فبناء على التسع معايير ولا الثمان معايير اللي بناء عليهم بتحدد العيار بتاع الباله او الدرجه او مدى تقييمك للباله قصاد التاجر، هتفرق معاك انت شخصيا. هتخلي التاجر، يعني انا اسف يعني انا بتكلم براحتي، فمش هتخلي التاجر يستقل بيك او يضحك عليك. يعني حتى لو تاجر الا من رحم ربي، هو مش كويس هيخاف يضحك عليك، لان لما هيلاقيك بتتكلم ايه ده، دي فيها وبره، ايه ده دي الالوان مالها مطفيه كده ليه، دي مش كريمه، ايه ده ما فيهاش غير كام حته كريمه، دي اولى. لا لا يعني، فلما هيلاقيك بتتكلم فاهم، فحتى لو هو مش كويس هيخاف منك. طب حتى لو هو كويس يبقى انت ما خسرتش حاجه. فانت يكون العلم بالشيء ولا الجهل بيه. ومحتوى فيديو النهارده عشان كده، اخليك فاهم مش حافظ، وعشان ما يضحكش عليك. وهنا بقى هنتكلم على النقطة اللي بتبقى البونبوناية في كل الفيديوهات، اللي بيبقى المقصود منها الفرقعة والمشاهدات والكلام ده. أرخص ناس في البالة، هقولك على المصادر اللي محدش يعرفها، ومصادر البالة، وتجيب البالة منين. هنتكلم دلوقتي في مصادر البالة، احنا هنتكلم دلوقتي في مصادر البالة، ولكن أسعار البالة هتكون في الجزء اللي جاي إن شاء الله. مصادر البالة، طبعا مصادر البالة بتكون ثلاث فئات، مناطق، شركات، وأشخاص. هنبدأ الأول بالمناطق. المناطق زي منطقة طبعا بورسعيد، وهي المنطقة الأم وهو مصدر البالة في مصر. بنصح بالمنطقة بورسعيد لو أنت رايح تجيب لك مثلا 10 بلات، 5 بلات، 8 بلات، روح بورسعيد. لكن هتروح بورسعيد عشان تجيب بالة، المواصلات والمرواح والمجي والغدا والكلام والنقل، هتضيع ربع مكسب الباله في انتقالات يعني. فوفر الكلام ده وشوف تاجر قريب منك اتعامل معاه. يبقى احنا كده اتكلمنا اول حاجه في المناطق. تاني حاجه في المناطق اللي هي وكاله البلح ومحيط مسجد ابو العلا في بولاق، وشارع 26 يوليو بعد تقاطع رمسيس اللي هو برضو عند شركة الكهرباء، وكل الحواري بقى والشوارع الجانبية في شارع 26 يوليو، وطبعا الأشهر على الإطلاق شارع بولاق الجديد والحواري الجانبية والشوارع الجانبية. خلينا أقول لك وانت بقى في منطقة بولاق أو في بورسعيد، في المناطق سواء في بورسعيد أو في محيط مسجد أبو العيلة أو في شارع 26 يوليو أو في شارع بولاق الجديد، هتلاقي آلاف الاستندات. الاستندات اللي واقفة دي
مش صحابها اللي واقفين عليها بنسبة 80%، بنسبة 80% المخازن والتجار اللي هقول لك اساميهم شوية او جزء منهم بيكون الاستندات دي تابعة ليهم. وبفضل ان انت تروح لاستند من دول تسأله عن المخزن بتاعك فين، لو هو فعلا طلع تابع لتاجر او تابع لمخزن روح هات لك 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو نص بالة جرب نفسك، لما لا قدر الله تتعلم في 10 كيلو غير لما تتعلم في بالة، جميل كده؟ فتقدر الاستندات اللي بتبقى واقفة في الشارع دي تتواصل معاهم يوصلوك للمخزن او التاجر او المكتب اللي هم بيكونوا فرشين. كل الناس دي او اغلبها ناس مجتهدة عايزة تاكل عيش، شباب زي الفل، بتاخد يعني بيروحوا مثلا عند التاجر يفرش الاستاند، الاستاند مثلا عليه 200 حتة، يقول له بيع مثلا ب25 وليك 5 جنيه على الحتة، اول اليوم استلم ال 200 حتة وقف بيهم، اخر اليوم ال 200 حتة بقوا 100 حتة، بيروح بالليل يسلم البضاعة في المخزن بجردها بيدفع الفلوس وبياخد عرق وشقاء اللي هي ال 5 جنيه على كل قطعة. يبقى احنا كده اتكلمنا على المناطق اللي هي بورسعيد، واتكلمنا على القاهرة عندنا هنا اللي هي محيط مسجد ابو العلا وشارع بولاق الجديد وشارع 26 يوليو. نخش بقى على الشركات، الشركات زي شركة مثلا نورتكس، نورتكس دي في شبين القناطر، ونخش على كايرو تكس دي في مدينة نصر، وبعد كده بلية المعادي. دول التلات شركات، والمصدر مقالات من جوجل، مش هقولك ان انا اعرف الناس دي شخصي، انا عن طريق عن طريق السيرش على جوجل وقريت مقالات عن مسبقا عن موضوع البالة، فبناء عليه جبت لك اسامي الناس دي واللي هي الشركات. هنخش بقى على اخر حاجة معانا في المصادر وهي الاشخاص. طبعا هنبدأ بالاستاذ بريماس لملابس الستوك الاوروبي والبالة، المهندس محمود ابو العيلة، ده مكانه في الاسكندريه في العجمي. الراجل ده قد ايه راجل جميل وراجل محترم، وانا احسبه على خير يعني، ومش بنزكيه على حد، بس هو قد ايه الراجل ده حد محترم. انا صراحه عشان اكون دقيق في محتوى الفيديو فتواصلت معاه تليفونيا علشان اراجعه بس في موضوع البطاقة الاستيرادية فعلا وصلت ل 600,000، قال لي اه دي عدت كمان ال 650,000. وبصراحة هو اللي راجع معايا موضوع درجات البالة وفهمني ان مفيش حاجة اسمها اولى في تانية او تانية ولا ايه او اتنين، وفهمني ان مفيش حاجة اسمها اولى في اولى في كريم، جميل. فهو حد جميل جدا وحد محترم، وانا تابعت له فيديوهات صراحة كتير من فترة قبل كده يعني، لان كان عندي انا بيعة موجودة عنده، فهو حد جميل. تواصله معايا في التليفون قدرت بخبرتي استشف ان الراجل ده محترم، ان احسبه على خير، مش بنزكيه على حد. لو انت مبتدئ تواصل مع الراجل ده هياخد بايدك اكيد يعني. وهو مكانه في العجمي في اسكندريه. ومن خلال الفيديو انا بوجه لك الشكر يا باشمهندس محمود، انت قد ايه حد فاضل وحد جميل، لدرجه الراجل ما كانش عايز يقفل معايا التليفون، يقول لي اي سؤال عندك اساله، يعني اي سؤال اساله انا تحت امرك في اي حاجه. فلا نزكيه على الله او على اي حد، بس هو حد فاضل وحد محترم، بكمله كل الاحترام وليه كل الشكر والتقدير. نخش بعد كده على الاستاذ محمود سليمان، وهو اخ فاضل انا اعرفه يجي من 20 سنه وزميل ليا وتاجر بنتعامل مع بعض، موجود في الوكاله في شارع بولاق الجديد، وبرضه هسيب لك رقم تليفونه. وبعد كده كنت شفت محتوى لقناه برضه مميز للاستاذ احمد مصطفى، واعتقد ان هو في مدينه نصر ان ما كنتش مخطئ يعني. وطبعا حد انا من متابعينه على السوشيال ميديا على الفيسبوك، الحاج بدر العمده، راجل معلم بقى يعني، راجل تمام وراجل مظبوط وراجل فاهم هو بيعمل ايه وفاهم هو شغال في ايه. ولكن انا ما اعرفش اذا كان لي قناه على اليوتيوب ولا لا، ولكن انا من سنتين ثلاثه وانا اعرفه من خلال الفيسبوك ومن خلال متابعتي ليه خلال سنتين، فانا شايف ان هو حد مميز جدا وحد قوي في شغلته واهل الخبره. فاحنا مش بنزكي حد على حد، انا بقول لك في حدود مصادري اللي انا قدرت اعرفه، فاعتقد انت مش هتكون محتاج حاجه اكتر من كده يعني. وهضيف لك برضو الهاي سكور الاستاذ حسام النوبي، وبرضو هسيب لك رقم تليفونه، واضيف لك برضو الاستاذ ابو حمزه. ابو حمزه ده حد جميل جدا برضو وحد محترم، وليه اكونت على الفيس باسم ابو حمزه، هو مكانه في الهرم في شارع العريش. مش بنزكي حد على حد ولا بنفضل حد ما بين حد وحد، ولكن انا بقول لك اللي انا مستوى علاقاتي الشخصيه
او من خلال متابعتي للفيس واليوتيوب بقدر ارشح لك المجموعه دي، اللي هو بقى ثلاث اخوات سوريين، هو اللي هو شادي السوري ومحمد السوري ورشيد السوري. انا معايا نمره رشيد هسيبها لك، كان في بيعه كده من فتره خلصتها معاهم يعني، فعلاقه تجاريه يعني. فمتهيالي كده وصلنا لثمان تسع مصادر لشغلك في البالة. انت مش محتاج اكتر من كده كمبتدئ، ان تسع او عشر ترشيحات او اقل او ازيد لناس مميزة، اخوات افاضل تقدر تبدأ من خلالهم. ولكن خليني اقول لك على حاجة، كل الناس على راسي، كل الناس اخواتي، كل الناس احسن مني الف مرة، ولكن انا غير مسؤول عن اي تعاملات تجارية. دي جملة شهيرة لازم بتتقال مع اي ترشيحات لاي حد. فانا برشح لك الناس دي، بقول لك الناس دي كويسة، الناس دي محترمة، الناس دي احسن مني 100 مرة، وهم دكاترة واساتذة في مجالهم، ولكن انا في شخصي كمحمد عمارة غير مسؤول عن اي تعاملات تجارية. مش تقليلا من شأن حد، ولكن دي جملة طبيعية لازم تتقال في اي ترشيحات لاي تعاملات تجارية. وبس يا سيدي، ده كده كان محتوى فيديو النهاردة. افكرك بمحتوى الفيديو اللي جاي ان شاء الله، الحلقة 2، ان احنا هنتكلم فيها على عدد القطعة جوه كل صنف من اصناف البلاد سواء صيفي او شتوي، وهنتكلم على افضل 3 طرق اسعار انا برشحهم لك. ومش هسيبك كده، ده انا هقول لك على الطريقة الاقوى او الطريقة الافضل او طريقة المحترفين والاكثر امانا للمبتدئين، وهعمل لك دراسة جدوى كده على مثال. هنعمل مع بعض مثال حي على بالة، وهنبيعها بكام، وهنقسمها بكام، وهنكسب من كام الى كام. والفيديو بقى الحلقة الثالثة اللي هنتكلم فيها على 25 او 30 نصيحة ذهبية انا بهديك اياهم، ان شاء الله يكونوا ليك دليل في ايه اللي ما تغلطوش وايه اللي ما تعملوش وانت شغال في البالة. وعشر عقبات في شغلك في البالة، زي اي نشاط تجاري، مفيش نشاط تجاري مفيش عقبات، ولكن انا دوري ان انا اعمل حملة تنويه كده او اقول لك على معلومات، فما اطلعش اقول لك ان الدنيا وردي بس وما اقولكش على العقبات اللي ممكن تقابلك في شغلك في البالة. الموبايل عمال يضرب بيشتت لي افكاري. فعموما انا محمد عمارة بجتهد ان انا اقدم لك محتوى دقيق يكون ضميري مرتاح وانا بقدمه لك. انا ضميري مرتاح وانا بقدم لك المحتوى بتاع الثلاث حلقات بتوع الفيديو، واتمنى ان اكون قدرت اوجه لك اي افادة. لو انا بالفعل قدرت افيدك وكنت انت الشخص اللي انا قدرت افيدك باي معلومة صغيرة حتى لو قد كده، زي ما بقولها في كل فيديوهاتي، ادعي لي دعوة كويسة تكون طالعة من قلبك، لان انا محتاج بجد دعوات اي حد، مش شرط تكتبها في تعليقات، انا عايزها تكون صادقة وتكون حتى بظهر الغيب، بس اهم حاجة تكون طالعة من قلبك. في نهاية فيديو النهاردة بقول لك بقى ترقبنا في الحلقة 2 والحلقة 3. تحياتي للجميع، كان معاك اخوكم في الله محمد عمارة. السلام عليكم.